Bendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Bendes var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz yurtsuz Cefer Bey'im hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Yersiz yurtsuz Cefer Bey'im hiçbir mekana sığmazam. Hiçbir mekana sığmazam. Benim çarpen cüce sırlar benim. Zerre benim, güneş benim. Çarpen cüce sırlar benim. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam. Ben bu cihana sığmazsam. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam. Ben bu cihana sığmazsam. نزل سلاحك وإلا راح أوصى. يلا يلا، ما عم تفهم؟ طالعوا سهيلة لبرا، خدوها من هون بسرعة. حطوا بطبون السيارة. بما أنه جيت لهون برجليك لحتى تقتل ابني يا جزائر، معناتها أنت يا أما شجاع أو أنك مستغني عن روحك. خدوه، لساته عايش. وليش لحتى ناخده؟ خلي هالكلب ينزف لحتى يموت هون. هدول الناس قليلين أصل بيأذوا بيقتلوا بدون ما يعرف لهم جفن بعيونهم، بس نحنا لازم ما نكون مثلهم. نحن غير هدول الناس لأنه ما لنا مجرمين، ولهيك لازم نتصرف بأصلنا مو بأصلهم. تربينا على هالمبدأ وما رح نقبل نكون غدارين مثلهم أبدا. يلا ساعدوني مشان ناخده. يلا قوم سعيد مشان ما ينكسر قلب أبوك عفراء ابنه الثاني. خبروا الشباب مشان يحروا هذا المكان. بدي الدخان الأسود يوصل لعند قليل هالشرف تتافلني.
يعطيك العافية فيدات. خير إن شاء الله. شو إلك شغل بالمخبر؟ ما فيكن تثبتوا أي شيء. طلع الكاميرا موجودة والمرحبا للكاميرا فيدات. ولا وحدة منهم شغالة، طفيتهم بإيدي. متأكد؟ وأنا شغلت الكاميرات بإيدي يا فيدات، وهلأ أدعي إنك تنفد مني اليوم وما قتلك بإيدي التنتين. تفضل فوتوا لك. مين اللي عمل فيك هيك؟ سيدي، لقطناه بمخبر الطب الشرعي، كان عم يبدل عينات الدم. هاد الواطي عم يبدل عينات الدم تبع أورهان. كيف؟ هدول الاثنين عم يكذبوا. ما كنت عم تبدلهم ولا كذابة؟ سيدي، تسجيلات الكاميرا كلها موجودة عندي، بس تشوفهم تتأكد شو كان عم يعمل هاد الحقير جوات المخبر. خذوه فوراً عن النظارة، رح حقق معه بنفسي. سيدي خلاص. أنا امشي ولاك. حزامات بدي اياك. اللي انتو اللي ضربتوا له الحيوان؟ ايه هالشي بده سؤال. طبعا انا اللي عملته، عمر كان ضربه بس انا ضربته اكتر. فيك تحضر تسجيلات الكاميرا وتشوف بذات نفسك شو اللي كان عم يعمله هذا الحقير. احذف المشاهد قبل ما يشوفهم حدا، بلا ما تنحط عليكم نقطة سودة بسبب هذا الحيوان. اسمعني، احكي مع نعمان، قل له انه نحن رح نكمل شحنة روسيا بعد شحنة جورجيا مباشرة. هيك لازم، ورجالنا عنده المستودعات بسامسون، بس توصل البضاعة ونخليها هنيك كم يوم، وبعدها بننقلها عالمينا وبنخليها هنيك ليلة كمان، وبعدها مباشرة رح تروح على جورجيا. ثابت آغا. ثابت آغا. شو في؟ جزائر تورك داهم البيت وقوصوا على سعيد آغا. شو عم تحكي انت؟ انت بتعرف شو معناتها هالحكي يا بكر؟ هجموا علينا فجأة، ما بعرف من وين عرفوا المكان، وقوصوا على سعيد آغا. وشو صاير فيه يا بكر؟ وين ابني هلأ؟ احكي. طلب الاشتباك يا آغا، اصابته كبيرة، ما بنعرف اذا لساته عايش. ابني سعيد مصاب وانت تركته هنيك وجاي تنقلي الخبر، مو هيك؟ والله كانوا كتار يا آغا، ما قدرنا نعمل شيء. بما انك ما قدرت تعمل شيء كنت موت هنيك مشان ابني احسن لك، فهمت يا بكر؟ كان لازم تموت كرمانه وموت يجي تدعيني اياه. يلا موت احسن لك. كان لازم تموت معه عن تفهم يا بكر. امشي ولك امشي. شو هاد؟ واقف عندك. خلاص نحن منتصرف. قوم ولك، قوم ولا رح اشحطك شحط. قوم. نحن كنا مفكرين انه هالواطي ميت، طلعت حاسس عليه ونكشته من تحت الارض. الله يسلم هالايدين. كان لازم اقتله وارمي له الكلاب تاكله، بس مضطر اتركه عايش لهالواطي هاد. امشي. يلا فضل. لا تواخذنا سيادة المدير، هالمجنون صار يدق راسه بالحيطان وقت اللي شافنا وصار يقول اضربوني، بس معذور لأنه متوتر. ونحن شاهدين، قليل الشرف رمى حاله على الأرض. قلت له دق الباب، قام نطحه براسه، بجوز الضرب مأسرع عليه شوي. جيزايا شو عم يصير؟ هذا مو أورهان؟ ايه معك حق ما تعرفه بعد ما نطح الحيطان براسه، بس هذا هو بذاته.
وهلا بأكد لك إنه هالزلمة أورهان، المرحوم أورهان. قلت لك صار يخبط راسه بالحيطان هالمجنون هاد. وهلا شو؟ فيكي تطلعي. كيف يعني؟ يلا لازم نروح، بس لتكوني حبيتي هالمكان. عن جد عم تحكي؟ طبعا عن جد. الحمد لله على السلامة ليلى، مرقت على خير. الحمد لله على سلامتك اختي. الله يسلمكم. هالفترة صاير كتير ملل. دكتورة فيروزة، رئيس الأطباء بده يشوفك ضروري. ضروري. تفضل. قالوا لي إنه بدك يعني. عدي فيروزة. شو الموضوع؟ بصراحة أنا بعرف إنه حضرتك إلك فترة بالمشفى عم تعالجي المرضى ببلاش. صحيح، وما بنكر هالموضوع، بس أنا قلت لهم إنه يخصموا التكاليف من راتبي، ليش ما خبروك؟ دكتورة، في قوانين بالمشفى وما بنقدر إنه نتجاوزهم، ولهيك ما فيك تتصرفي من راسك أبداً، ولازم تلتزمي بهاي القوانين مثل الكل. دكتور، أنا عم أمشي ضمن القانون، حسب قانون أبو قراط بالذات، لأني وقت يلي تخرجت أديت القسم. دكتور، صاحب المشفى طلب إنه يشوفك ويحكي معك، بتخبري بالتفاصيل كلها، هو رح يجي لهون أساساً. الحمد لله. أهلا وسهلا ريس. أهلا وسهلا ليلى خانم. أهلين يا روحي، يا روحي، الحمد لله على السلامة، نورتي بيتك يا قلبي. أهلا وسهلا. أهلين فيكي أمي. الحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا. الحمد لله يا ليلى، هاليومين مرقوا علينا وكأنه سنة بغيابك. ما قلت لك رح طالع. انت ملك بابا. اختي الحمد لله على السلامة حبيبتي. الحمد لله مرقت على خير ورجعت لعندكم. الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا يا بنتي، يلا فوتوا فوتوا. ماشي. ألو، جاي فورا.
لقينا هي جنب الجسة مكتوب عليها اسم السيد سعيد. أقسم بالله العظيم وحياة غلاوتك عندي، ومثل ما حرمني منك رح أنتقم لابني وأحرمك حياتك يا جزائر. والله لحتى ندمك على اليوم اللي خلقت فيه يا جزائر ترك. والله لخليك تعيش نفس الوجع اللي دواتني إياه يا جزائر. رح أحرق لك قلبك ورح أقتل رفقاتك وعيلتك واحد ورا التاني، ورح خلي قلبك يحترق عليها يا ندال. هدول الأدلال أتنوب. بس مودك إنه رح خليك تشرب نفس الكاس يا جزائر، ورح خليك تعرف شو يعني إنك تخسر ابنك. جزائر شو عم تعمل هون؟ لازم احكي معك ضروري. هلأ مو وقت الحكي، معلش تطلع لبرا إذا بتريد، عندي مقابلة مهمة، أصلاً احتمال يقلعوني من الشغل. يقلعوكي؟ مين بده يقلعك؟ صار في مشكلة بيني وبين رئيس الأطباء، عم بيقول إني عم عالج المرضى ببلاش وهذا الشيء بخالف القوانين هون. ولهذا السبب بدهم يقلعوكي؟ بس لأنك عالجتي مرضى ببلاش؟ هيك بظن. جزائر معلش تطلع، صاحب المشفى طلب إنه يشوفني، ممكن يجي بأي لحظة. وبلكي الزلمة بده يشكرك، ليش التشاؤم؟ لا ما بظن، يعني إذا حاطت رئيس أطباء مثل هاد فأكيد هو بلا ضمير كمان. لا برأيي لا تظلمي للزلمة، لأنه بجوز يكون رأيه من رأيك فيروزة. طالما إنه فاتح مشفى للربح فمعناها أكيد بلا مشاعر وبلا ضمير، مرق على راسي كتير من هذا النوع. بس أنا ما بشوف حالي من هذا النوع أبداً. تفضلي بتول. بتول؟ جبت لك القهوة أستاذ. تفضلي دكتورة. شكراً إليك. بتحب جيب لك شي تاني غيره أستاذ؟ يسلم إيديكي بتول. لحظة لحظة، بفهم إنه أنت صاحب هاي المشفى؟ جزائر؟ بالضبط، قليل الضمير والمشاعر والحقير اللي كنتي عم تهاجميه هلأ. طيب بلكي الزلمة ما بيعرف شي عن هالموضوع، فوراً حكمتي عليه وقلتي عنه بلا ضمير وبلا مشاعر وما خليتي كلمة عنه. ما خطر لي تكون أنت أبداً. ليش أنا شو بعمل وبيخطر على بالك؟ معك حق، لهيك قبلوني بالشغل بدون ما أقدم السي في تبعي مو هيك؟ بصراحة أنا ما لقيت إنه في داعي للسي في تبعك. طيب والورد يلي إجاني بأول يوم إلي بالشغل هاد كان منك؟ أنت بتعرفيني جنتلمان، ولهيك بعته. بعرف. Thank you.
دكتورة فيروزة، إن شاء الله ما أكون ضايقتك بكلامي. أنا قدمت استقالتي من أسبوع وما لقيت أكفأ منك يستلم هالمنصب، والأستاذ جزائر حب يبلغك هالشي بهالطريقة. كان ملعوب؟ لا تواخذني دكتور، يمكن أنا اللي ضايقتك بطريقة كلامي من شوي. لا أبداً، صح. بالمناسبة إن شاء الله ألف مبروك منصبك الجديد بالمشفى، بالإذن جزائر بك. أي منصب؟ بصراحة أنا بوثق بكل قرار رح تاخديه فيروزة، وبدون ما أسألك عنه أبداً. جزائر؟ تفضلي عادي هون. لا معقول أقعد هون؟ رئيسة الأطباء الجديدة، هالمشفى أماني بإيديك، إن شاء الله ألف مبروك. ألف الحمد والشكر إلك يا ربي على نعمك. قاعدين مع بعض وسفرتنا مليانة، ابن جزائر وأحفادي هون وبناتي معهم، وفي حفيدين جايين على الطريق ناطرينهم. يا رب دخيلك تحمينا وتحفظ لنا هاللمة الحلوة. آمين آمين. ليلى، أنا بعتبرك مثل بنتي، وأنت بتعرفي هالشي مزبوط، ما بعاملك ككني. وبتعتبرك الأغلى عندها. وأنا رح قلكن شي هلأ، أمي من زمان ما كانت تحب ليلى أبداً ولا كان بدها إياها. لك شو لزوم هالحكي هلأ جزائر؟ من وين جبتوا لهالحكي هاد؟ ما عن جد عم تحكوا؟ ما عم صدق. عن جد هالحكي؟ اف ليلى، زوجك ببالغ كتير. جزائر شو عم تحكي؟ بس الموضوع ما له علاقة فيك، لأنه ما كان بدها تزوجنا مشان ما حدا ياخدنا من عندها، وما لقيت صبية تناسبنا. ها أيوة، يعني هلأ إذا بجيب بنت لأخطبها أكيد ما رح تعجبك. ها أنت جيب البنت بالأول يا أتيش، من أول ما رجعت ما شفناك عم تحكي مع بنت. وانت شو عرفك عمي؟ بلكي في وحدة وانتو ما بتعرفوا. وليش ما خبرتنا لكان؟ لو كنت مكانه كنت رح خاف أعرف عليكم بصراحة. وهذا الخوف شو سببه؟ وأدهم ما كان عاجبه بالأول. إيه هلأ انتو ليش عم تفتحوا الدفاتر القديمة تبعنا هيك بدون سبب؟ والله أنا لو مكان أمك ما كنت أعطيت صبية مثل الوردة مثلك لحدا. أمك معها حق. بلش يجامل حماته. يا ابني، وقتها ما كنت بعرف حدا فيكن، هذا الحكي صار له عمر، بس بعدين أنتوا صرتوا مثل أولادي، ما هيك؟ أدهم، غير هيك أنا عن جد ما كنت رح لاقي زوج أحسن منك أعطي بنتي جانان. الله يسلمك أمي. وبعدين صارت سهيلة من عائلتنا ومثل بنتي. ريحي حالك، مرتاحة هيك؟ مرتاحة يسلم إيديك. انتي تركيني واهتمي بحالك، كل شي قالك عليه الدكتور ما عم تنفذي منه شي. لا تاكلي همي عمتي، أنا كل فترة برتاح وقل عدد المرضى يلي بالمشفى، وبعدين عم نام هنيك بغرفتي أغلب الوقت. إيه، ما أنتي حامل بابنه للجزائر صاحب المشفى، أكيد لازم يكون عندك هالوقت. عمتي تتذكري شغلة؟ أول يوم إلي بالشغل قلتلك أنه وصلني بوكي ورد من صاحب المشفى. معقول ما أتذكر؟ بوقتها قلت بيني وبين حالي
يا ريت هالوردات كانوا من حبيبي الجزائر، وطلع هو يلي باعتهم عن جد. الرجال اشترى مشفى كامل بس مشان يشغلك فيه. كل عمره هيك حنون وبيحب من كل قلبه عمتي، ما فيها الوحدة تتخلى عنه أو تزعل منه أبدا. أنا ببعد عنه ساعة واحدة بشتقله، وقد ما بعدت مستحيل أنسى. ولهذا السبب ليلى استنته سنين طويلة وما نسيته. وانتي كمان مرة ما في منك فيروزة، وبدي قلك جزائر صدقيني ما رح يتخلى عن حبك أبدا. فوتي اختي. اجيت لشوفك اذا منيحه، بس شكلك مو منيحه ومقهوره. ليكي سهيله، الوقت هو دواء لكل شيء. ما رح تنسي الشيء اللي عشتيه ببساطة، بس مع الوقت الوجع رح يخف. نحن منكبر ومنوعة مع الوقت، والشغلات اللي كانت من زمان توجع لك قلبك رح يجي وقت وتصير صغيرة كتير وبتنسيها. أورهان كان رح يقتلني أختي، الزلمة اللي حبيته وضحيت بحياتي وبعائلتي كرماله كان بده يموت. أنتي لسه ما بتعرفي شو هو الحب الحقيقي، وبكرة بس تولدي وتحضني ابنك وتشمي ريحته رح تفهمي شو قصدي، لأنك خلال ثواني رح توعي كتير، وقتها بس رح تعرفي شو هو الحب الحقيقي اللي بدون مقابل. أدهم شو صاير؟ خير؟ فيك شي؟ شوفي احكي، ما تخوفني عليك. أنا خايف يا جنان، لأول مرة بحياتي بحس بهالخوف. وشو سبب هالخوف؟ احكي ولا تخوفني عليك أكتر. من بين اللي ماتوا مبارح كان في شاب بأول عمره وعنده بنت ومرته حامل، كان ممكن أنا أكون محله. إلنا سنين ناطرين يصير عنا ولد يا جنان، بكل عيد بدعي الله يرزقني ولد يفرح لي قلبي فيه. أنا خايف إنه موت قبل ما أشوف ابني وحضنه وشم ريحته واشتري له ألعاب حلوين. أنا خايف يا جنان، رأسي رح ينفجر من التفكير. كل هالسنين وأنا عم آخذ سونها على الحديقة، كنت شوفها عم تركض ورا الأولاد وتشوف أهليهن معهن وتصير تبكي وتقول أنا ليش ما عندي أب مثله.
يا ما سمعت صوت مرته ليلة بالليل، سمعت عم تشقى من البكي وخايف يصير فيكي مثله. كنت مفكر اني قوي بس طلعت غلطان لاني ضعيف. طيب انت هلا روق وانا بحكي مع اخي مشان يعطيك اجازه. لا انا بحكي معه بس يصير الوقت انا رح افتح معه الموضوع. انا كنت دائما جنبه ولا مره تركته لحاله، ما فيني اتركه هلا. انا بحل هالموضوع، لا تاكلي هم، هالوقت رح يمر. وعدني. عم قلك وعدني. شو يعني هاد؟ شو قصدك؟ ليش طبيتي الفنجان؟ لا تكوني بدك تبصري. يمكن، ما بعرف، بلكي طلع لي بقلبه شي خاتم يكمل حكاية ناقصة ولازم تكمل اليوم. بجوز لقي قدامي طريق طويل كتير. هلأ فهمت عليك، الفنجان ما له علاقة، بس انت بدك تحاسبيني مو هيك؟ أنت دفعت حسابك بالدم أساساً. جزائر، شو كان رح يصير هداك اليوم بالمشفى لو أنك متت فعلاً لا سمح الله؟ أو تعال لقلك شو نعمل، خلينا نبلش مثل ما بلشنا علاقتنا بالماضي وننسى اللي صار مشان ما نضل نفكر فيه. وقتها قلت لي خطاب طويل، بس سألتيني عن شي ناقص فيه. قلت لك إنه في براسي سؤال، أنت مين يا جزائر ترك؟ كرمال مين بتموت؟ وكرمال مين بتعيش؟ بتموت كرمال الوطن، أو يمكن كرمال العيلة، أو حتى كرمال الأولاد، أو كرمال رفقاتك، بس كرمال مين راح تعيش؟ قلتي لي وقتها مين نسيت بكلامك؟ قلت لك أنت، لأني قد ما عشت معك ما راح أشبع منك. أنت الماضي والحاضر والمستقبل تبعي كلياته، أنت كل حياتي، وأنت النعمة الكبيرة اللي كل ما بشوفها بحمد ربي إنه أعطاني إياها. أنت الروح وحبيبة القلب، بلا مصالح وبلا مجاملة وبلا كذب. أنت قدري. هاد اللي بتذكره من كلامي. أنا أسفة، ما كان بدي أقاطعكم، بس لازم أطلع بسرعة. كيف طالع شكلي؟ ما شاء الله عليكي، مثل العادة بتاخدي العقل يا بنتي. وشو ما لبستي رح تطلعي بتجنني، نورك قوي مثل الشمس الساطعة بالسماء. لهيك لا بقى تسأليني كيف طالعة هلأ، لأني بكل الأوقات بشوفك أحلى بنتي يا روحي، مثل أول يوم بالربيع، مثل وردة مفتحة وريحتها فايحة. خجلتني بابا. شو صار بنتي؟ قلنا الحقيقة، يعني أنا بشوفك هيك بعيوني دائما. لك أنا كتير بحبكم، كتير 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 كتير. بكفي هيك سونا، رح تخنقينا. يلا روحي هلأ بتتأخري. آه فهمت عليكي، هي اسمها تقليعة بس لطيفة. وصلت رسالتك، رح روح. يلا بشوفكم. ايه شو كنا عم نحكي؟
ايه وين رايحين؟ ما قررتوا لسه؟ أنا بالزور طلعت من البيت، لهيك إن شاء الله يكون هالمكان حلو. أنتوا شو رأيكم؟ وين بتحبوا نقعد؟ والله أنا برأيي نفطر بشي مكان على البحر مع أطلالة حلوة. قعدت مشاوي بمارنيس. فكرة حلوة كمان، بس مو شكلنا رايحين لهنيك لأنه لساته عم بيسوق جوات المدينة. كان مجرد اقتراح بس. مليكة أنت قولي لوين حابة نروح؟ وصلنا على المحل. أنتوا أكيد عم تمزحوا. لا تقولوها. تمام وصلنا. وهلأ عنا شغلة صغيرة هون، وبعدها إذا بدكن باخدكن على مدينة الملاهي لحتى تلعبوا وتتسلوا. يلا. يلا تمام. أزمات مليكة، أنتوا إجيتوا وقدمتوا طلب زواج بالمحكمة، وأنا شفت التحاليل والوراق وما في أي مانع لزواجكم، وهلأ بما أنه الشهود صاروا موجودين وما في أي مشكلة، فبرأيي خلونا نبلش فوراً بكتب كتاب السيد هزامات والأنسة مليكة. الأنسة مليكة شينار، بتقبلي بالزواج من هزامات ابن السيد قربان من دون أي ضغط عليك أو إجبار وبكامل إرادتك الحرة؟ جاوبيني بنعم أو لا. نعم. وهلأ السيد هزمات ابن قربان بتقبل بالزواج من مليكة شينار من دون أي ضغط عليك أو إجبار وبكامل إرادتك الحرة؟ جاوبني بنعم أو لا. نعم. وانتو كشهود سمعتوا انه الاثنين قبلوا الزواج من بعض، بدكم تشهدوا على هالشي؟ اكيد اكيد. وانا اعتمادا على الصلاحية يلي اعطاني اياها رئيس البلدية والقانون الشرعي، بعلنكم هلا زوج وزوجة. مبروك. مبروك. هلأ صرنا متزوجين عن جد؟ إن شاء الله ألف مبروك. إيه تحكوا لي. عن جد ما عم صدق.
طلعت من البيت شوي وبوصل. تمام يلا باي. اتصل ببابا بسرعة يلا. احكي لي شو طلع معك؟ ولا عم تطلع على الفاضي؟ استني شوي، مو انت اللي طبيتي، تحملي نتائج هلأ. اعطيني يا لشوف. استني علي شوي. يا لطيف شو هاد؟ طلعي نصيبك موجود هون. ايه بس الزلمة مو منيح ابدا، بس عن جد حلو كتير، عيونه زرق ونظرته حدي. يا الهي. ايه طيب، وهالزلمة اللي عيونه زرق بيحبني شي؟ كتير كتير والله. تعرف إنه حبيت التبصير؟ شف لي بالله، في كتب كتاب شي؟ استنى بعدين بترد، اللي بالأول في كتب كتاب؟ لحظة شوي، سوا. سابت اللي شوفي.